8 غير 4 دقائق توقيتنا على راديو ميل. مازلنا مواصلين معكم في ساعتنا الاولى من برايم تايم. تو تويت نمشيو للغوفي دو بريس. غوفي دو بريس اليوم في الغوفي دو بريس مش نحكيو على زوز مواضيع. باش نبداوها من موضوع الاراضي الاشتراكيه اللي تقول الشروق اللي هي قنبله موقوته واللي ترجع بنا الى قضايا النزاعات العقاريه في الجنوب التونسي. وتقول الشروق اللي هي ترجع الى سنه 1901 النزاعات هذه ومعضله الاراضي الاشتراكيه. بعض الارقام اللي حكيت عليها جريده الشروق: 370 الف هكتار هي مساحه الاراضي الاشتراكيه التي احصتها الدوله، 3 ملايين هكتار هي مساحه الاراضي الاشتراكيه حسب التقارير الزراعيه، و66% هي نسبه العقارات الفلاحيه الغير المرسمه تاريخيا. نرجع شويه اخر مع صوفيا فرحات سينو. معاذ، اليوم الاراضي الاشتراكيه تقول الشروق هي قنبله موقوته، وهذا اكيد الشيء اللي ساهم باش نشوفوا المناظر والمظاهر اللي صارت هذه في بني خديش، هذه العين السخونه بالطبيعه، لانه هي ماذا جزء من الاسباب. خلينا نقول فما عديد نجم نقولوا الاسباب التاريخيه التاريخيه والداخليه اللي ساهمت، والموضوع هذا يقعد بطبيعه ديما ندورو ونرجع تقريبا اكثر من قرن توا، وما زالت المعضله هذه ما تحلتش. الجانب التاريخي في الاستعمار والسياسه اللي تبعها في توزيع الاراضي على القبائل باش يخلق ديما نوع من الصراع، وعلى مستوى الحكومه ولا الدوله حاولت باش تحل المشاكل هذه. شفنا خدمه كبيره تخدموها وزراء الاملاك الدوله الكل، من السي غازي الشويش، السي مبروك كرشيد، السي حاتم العشي، خدموا عليه الملف هذا. لكن تعرف انت كل ما تقدم المده كنت تقدم الوقت كل ما تصعب وتولي الاشكاليه كبيره فيما يخص الاراضي هذا، لانه بمرور الزمن الارض تكسب اكثر قيمه وتولي اكثر الاطماع عليها، وعدد الناس يكبر. معناتها اللي كان باش العدد يكون يصبح برشا، اللي كان باش ياخذ 100 باش ياخذ 50 والى غير ذلك. بصراحه كغيرها من الملفات، شوف هي لازم الناس اهل اختصاص اكيد باش يتحدثوا فيها، خاصه الناس اللي تخدم في املاك الدوله ولا المحامين المختصين والى غير ذلك. فيلزم اون فوا بور توت المساله هذه تتحل، لانه مظهر من مظاهر التخلف. سامحني اذا كان مازال نحكي على الاراضي كما هكا مسيبه، لا تستنفع منها الدوله، يستنفع منها العباد، فوق هذاك الكل تولد كما قالت شروق قنبله موقوته، تولد في اي وقت صراع بين تونس وفينالمون. الكلمه هذه مع الذبيه ما عادش تقال القبائل في تونس، لانه يعني فينالمون هما تونس مش تونس، هما ولاد حومه ولاد عم وراهم قراوا مع بعضهم وراهم متناسبين الى بعضهم الى غير ذلك. فنتمناو من الحاجات المهمه واللازمه والعاجله انه ايجاد حلول، و للأسف ما فماش نقاش وحوار في البلاد هذه اللي يخلي كل شيء معضلة صعب حلها. واضح. سفيان، علاش لليوم مازلنا نعيشوا معضلة الأراضي الاشتراكية والنزاعات في الجنوب التونسي؟ معناتها كي نحكيو على كما قال معاذ أكثر من قرن من النزاعات هذه. هي صح، هي مش كان في الجنوب، موجود عدد كبير منها في الجنوب. هو ناخذوا تروادات 1901 1960 2016. 1901 فرنسا حابت تقسم القبائل التونسية وعطت أراضي لبعض القبائل، هي تسميتها الحقيقية أراضي العروش وأراضي قبائل. 1964 بعد جلال زراعي جي الدولة التونسية تقول الأراضي هذه باش نلقاو لها حل، سميت الأراضي الشراكية لأنه أنا ذاك عشان تجربة الشراكية. وجاءوا عملوا هيئات، والهيئات هذه عادة فيها ناس أميين وفيها ناس موالين للسلطة والحزب، وحكاية هذيك الكل اللي كانت موجودة ما زالت موجودة لحد الآن، ما كانت متفاقمة ياسر عام 64 وغيره. وعملوا كذلك الدولة ممثلة في مجلس الإدارة الاستغلال نتاع الأراضي هذه. 2016 عملوا قانون يقولوا فيه نحبوا نقضيه على الأراضي الشراكية، 80% لازم يتقضى عليها في ظرف 43. ما صارش هذا. قاعدة الأراضي مقسومة بقبائل وعروش، والعرش تو انت كي تقول قبيلته ونيفة تو تلقى فيها 10 عروش، فهمت؟ تقول قبيلة بني سعيد تو تلقى فيها كيف بني سعيد يقول لك احنا من نخلة للدخل، يعني من نخلة الجريد وجابس حتى دخلت المعاوين حتى لتونس،
هذيك التريتوار نتاعها من اصعب القبائل. دريت كيف كيف احنا بنسول تخدم مرحله المواطنه كلمه قبائل تجاوزناها، لكن بقات هذه اولا 3 ملايين هكتار في الاراضي الشراكيه. تعرفوا معناها 3 ملايين هكتار 30,000 كيلومتر مربع، ثلاث مرات مساحه لبنان، يعني تقريبا 25 معناها تونس 164,000 كيلومتر مربع، يعني 20% تقريبا به من الاراضي التونسيه. ثانيا اللي موجوده توا وحتى في المقاله يذكرها حتى من عشي وغيره يقول لك ثم 300,000 هكتار توا متنازع عليها، وثم 150,000 هكتار اراضي مجمده. تعرف معناها اراضي مجمده؟ معناها انت عندك ارض ورثها على حد معناها في العائله بعد عمر طويل يموتوا الكبار، ويجي يقول لك باهي هات لك سيري ديسونس تاع جدك ما تجيبوش، تسمى انكت مجمد. فهمت؟ تولي الارض هذيك ما تنجمش ترهنها لها، ما تنجمش تعمل فيها مشروع. البنك تقول لك لا الملكيه ماهيش واضحه، حكايه كما هكا. واكثر من هذا ناخذوا 2020 حكومه المشيشي ما عندهاش اعتمادات لوزاره العدل والمحكمه العقاريه باش تحل مشاكل الاراضي الاشتراكيه هذه. دونك هي قمله موقوته بالحق لكنها قمله انشطاريه. في عصر الازمه العباد اولا هي المشكله شنو هي؟ ثم قلتها نتاع مي صغيره اتصلت عليها العرك اللي عملوا كاريكاتور حتى رئيس الجمهوريه قال شكروه. فهمتني؟ نردموها كاريكاتور قالها بطريقه معينه في كاريكاتور. يعني تولي وقالوا فيها بترول. لقاو فيها بترول، لقاو فيها اكبر ناب نتاع ماء في الصحراء الكبرى كلها. ولات الناس الكل تهرول. فهمتني؟ وتحب تاخو. واحنا الحق عندنا ياسر طماع التوانسه. تو تشوف انت مثال العدد نتاع عمال الحضاره كانوا 11,000 ولا 21,000 تو 33,000. منهم اللي موتى، منهم في الخارج، من اللي عنده مشاريع وعنده ريستورونات في بلجيكا في المانيا في فرنسا وغيره. شوف انت مثال تو في تطاوين فيها 12,000 بطال وقداش ترشحوا لشركات البث 24,000. معناها احنا التوانسه نمشيو نهرولوا. شوف ناس يخرج من خدمته حاب يمشي يخدم في شركه البث في قفصه. وتمشي القفصه ما تلقاش بعد نوسه معناها عملتها شركه البستنه هذه ولا خبيزه ولا حميضه ولا يزول ولا تصور في بالك. يعني بكل صراحه ثم اشكاليه، دوله متقاعسه من عام 64 ما حلتش المشكله. تسيب الاراضي الاشتراكيه تسمعها تغسل شبيك انت في اوكرانيا ولا في باكو ولا في موسكو في تونس انت. التسويه هذيك عملوها دونك السلطه التونسيه خذتها على فرانسيس ودخلت فيها جماعتها وحطتها ولات صراعات ولاو داخل القبيله يتعاركوا وداخل نفس العرش يتعاركوا وداخل نفس العائله يتعاركوا العباد. زد على ذلك احنا في تونس عندنا ظاهره اللي هلكت الفلاحه اللي هي التفتيت العقاري. طابو عنده 100 هكتار مثال 100 هكتار تعمل فيها مشروع في داخل. وبعد يجيب 6 اولاد واربع بنات وكل شيء وتتقسم هذيك يولي كل واحد يملك هكتار وربع. تي بالحرام كي تجيب اللي تصور في بالك تعمل شيء في هكتار وربع. المفروض انه نعملوا قوانين تاع ما تقلش مثال من 3 5 هكتارات. ما تنجمش يعرضوا لبعضهم، ما تنجمش تخدم هكتار شو تعمل فيه؟ مع معناها لي زونترون والوسائل اللي باش تستعملها ديما غاليه. دونك تنجم تعملوا جنين كيما عند الشخصيه مثال بلاصه تمشي تقعد فيها في الويكاند تحوس تقعد مع وليداتك وغيره، اما مش مشروع عقد. اليوم الحق الدوله التونسيه اون فوا فاشله. هذه المشاريع اللي حق تلم الناس الكل. توا كي يجيو يقولوا ها سيدي هذا مشروع الاراضي الشراكيه اجا نحلوه. وقتها ما عادش فيها ايديولوجيا، تولي مصالح نتاع عباد ونعملوا تصورات ونلقاو ونعطيو. راهو عندهم تو تتصور 30,000 كيلومتر مربع القدره التشغيليه بالنسبه للشباب التونسي. ثم دي زانجينيور حيتيست واقفين وثم دي جون معناها يحبوا يعملوا مشاريع ثم دي دكتور فهمني قاعدين يعملوا في اضرابات ومش قاعدين يخدموا. دونك تلقى امكانيه باش تعطيهم القدره التشغيليه تخدم لك مليون عبد وقتها تقول انت فهمت كيفاش. لكن احنا كالعاده نخليو هذاك ونمشيو نتعاركوا على الهواء مش دار كما الفلاح التونسي وين تلقى عركه وين تلقى مشكله ويجيو الحرس ويجي قاضي ساعات في قضايا استحقاقيه تقام يتعاركوا على الطابيه. عاده يتعاركوا على الطابيه وما همش يتعاركوا على الارض، الارض تلقاها جروده ما يخدمهاش يخليها ذيبه شيخه فيها وكل شيء. والطابيه يبداوا يتعاركوا عليها تضبط الهندي نتاعك من هنا هاو معرفتك دخلتي من هنا. احنا عندنا عقليه نتصارعوا على الطابيه. دونك ان شاء الله الدوله تلقى حل. ثلاثه اللي شاركوا في الملف هذا كما قلت مثال ثم شكون في القاسرين مثال
مبلوك كل شيء نعطى أراضي لبعض الناس وخدم عليها حاتم العشي وبدا يخدم عليها حق غادي شوشي بدا يخدم بالحق ثلاثة معناها شدوا المسألة حبوا يمشيوا ثم ناس توا خذوا الأراضي الشركية عملوا لهم ليغاليزاسيون ولا تملكهم يعني انتقال للملكية لأنه انتقال الملكية في تونس يجيك بالورث يجيك بالبيع والشراء ويجي كذلك بالتقادم أو بالسياق كما هذه فهمتني معناها التقادم المكسب معناها ارض تجي تخدمها انت مده معينه حاصله سا ديبون تي دو بون او دو موفيس فوا ان توكا تولي بلكك بعد مده ما تخدمها وما ثماش حتى نزاع وتخدمها كانك انت مالك دونك هذوما هو عطاهم بيان سور المحكمه العقاريه تتدخل في المساله احنا هذه المواضيع اللي عندها قدره تشغيليه رهيبه مخلينها ومشينا نقسموا في عائلات راهو معناها الملازيق والحوايج مخسين من بعض باخوات ويقول لك الخال واحد ورب شاهد معناها دم مخلط يشدوا في بعضهم ولا وناس تلعب بعضها في كرتوش علاش على خاطر الالغام وخاطر زاد في عصر وانه الدوله كي تضعف الناس ترجع الى مرجعيات القبيله والعرس وتتذكرها وقت. واضح خلينا نمشيو الموضوع اخر نمشيو الموضوع الثقافي اخترته سفيان فرحات ونحكيو عليه في الصبحيه اللي هو حوار للشاعر المنصف المزغني في جريده لانوار وحنا نحكيو على الثقافه وضعيه الشعر في تونس من اللي زاد الانتاجات الشعريه ومن زاد القصائد سواء في الكتابه او في طريقه الإلقاء. والله هو الحق مزغني معناها أكونتولنابل في الشعر في تونس والمزغني معناها من جيل ذهبي متاع الشعراء وطبعا بدأوا ينقصوا وهو يقول غادي يقول أنا ولد أحمد بعدي أنا وفا بعدنا أحنا وفا الشعر يقولها في الانترفيو هذه لكن كذلك هو كان معناها ترأس بيت الشعر وترأسها زادة المرحوم أولاد أحمد شوف تحولاته في سوسيولوجيا الفن والأدب والفكر أول التحولات اللي تقع في المجتمعات شكون أول إنسان يرصدها الشاعر والدراماتورجيك والمسرح عادة تلقاهم هما أول ناس ومن بعد تجي الرواية ويجي السينما وتجي سياق أخرى من الفنون معناها المتعارف عليها 7 أو 8 تو يقولوا 9 فنون بالكاريكاتور الوضعية متاع الشاعر في تونس الحق ما عندهاش وظيفة معناها مثلا مش إنسان يجي خارج مثال الخارج في الباسبورت متاعه يبدو مكتوب عليه شاعر ما يعيشش التونسي من الشاعر هو بيعيش من الأدب والجنرال ينزم يكون كاتب سيناريو حاجة تلقاه سيناريست وحاجة وفرضها بالسيف أما الشاعر في تونس الحق له داستان متاعه مش باهي تقول لي أنت باهي الشعراء شوف أنت البوت مودي معناها الشعراء تو بعد نحكيو مع ضيفتنا ابتسام الوساتي باش نحكيو على جماعه تحت السور اللي كانوا فيهم شعراء كبار كل عم بالكم الدعاج وغيره كما في فرنسا البوت مودي اللي هما فلان ورامبو وجماعه هذوك تقول لي الشاعر لو دائما ياتي من الهوام مش في الشاعر مش بالضروره يكون انسان غني وكذا لكن في تاريخ الشعوب في فتره تلبية الشاعر والاديب يقع الاختلاف به في حياته كيما بوشكين في حياته ولا تولستوي في حياته ولا احنا في تونس مثال كان عندنا كاتب كبير مثل ابوليوس ابيولي اللي كتب بالحمار الذهبي واللي عملوا له سنب حتى في قرطاج معناها وقت الرومان في القرن الاول او الثاني بعد الميلاد دونك اليوم نطرحوا قضيه الاديب اون جينيرال هل يعيش من المهنه نتاعو اذا كان المهنه الوحيده اللي تخدم هي صحافه باعتبار هذيك شكل من اشكال الكتابه فيها نوع ادبي بالتخصص ولا مثال سيناريست ولا حاجه كهكا وهنا عندنا مثال كوربوراسيون تاع سيناريست ما عندناش كما في فرنسا عندهم دي كوربوراسيون عندهم حمايه ومالكه معناها وقت يعملوا اضراب البلاد تقوم وتقعد يدوا البرامج التلفزيونيه باش تقف معناها 8000 واحد يكتبوا لك في السيري وحاجات كبار المزغني الحق هو توا انا مره قابلته توا يا با لونتون وكنا مع بعضنا في ايام شعريه عملها معز ماجد وجاب ناس من ايران ومن الهند ومن العالم العربي ومن اسبانيا وغيره معز ماجد ولد في دمشق وروحت به هنا للدار نتاعو المزغني واحنا ماشيين قال لي شوف سفيان مد لي تابلت قال لي انا حياتي كلها هنا تو عنده تابلت يعيش بتابلت صغيره قال لي حياتي كلها هنا غاديك يقرا غاديك يكتب هذاك المكتب نتاعو يعني في حاله اجتماعيه الحق مش باهي فهمتني ومش هو برك عديد الشعراء الاخرين بيان سور عندنا الغزي عندنا الوهيبي عندنا شعراء عندنا ادم فتحي عندنا اما هذوك يقتاتوا من مهن اخرى لكن الشعر كيبدا عندك شعرك هو وضعيته تصعب برشا
صعيبه ياسر معناها تلقاها عندنا شعراء من اكبر شعراء التوانسه ما يعرفوش هو الجلالي من سيدي بوزيد وتوفى عنده سنوات من اكبر شعراء ما يعرفوش حتى العباد يعني شاعر يكتب حاجات رهيبه عاش فقير جدا وقت اللي توفى هو الشاعر يوسف الزوقه خرج رساله بعثها له ومعناها هو يعيش في سيدي بوزيد وبعث له الرساله ذيك ويقول له فيها معناها على ظروفه الماديه والاقتصاديه والاجتماعيه ماذا بينا وانه اليوم احنا شعب عنا شعر كي توا شوف شعراء الكبار عاشوا زاد في ظل صورة محمود الدرويش وقيمته وقوته لكن كذلك حبوا عرفات وكان يكتب حتى الخطبة بتاع رئيس عرفات وكان معناها رئيس تحرير ومدير مجلة الكربلة لسنوات طويلة وكان معناها في أكبر اللحظات التاريخية داخل منظمة التحرير الفلسطينية واستلهم من هذاك باش كتب مديح الظل العالي باش كتب حاجات أخرى. احنا في تونس ينظروا إلى الشاعر بعيون الريبة. حتى نحكي لك على شاعر هو قصاص عملت له انترفيو أنا سي مصطفى الفارسي الله يرحمه. مصطفى الفارسي هذا يكتب مسرح وكتب غيره وهذا كان متشيع مش متشيع هو حكى لي حكايه جاء نهار رئيس بورقيبه هو دعاه وانه هو لانه عمل التاج نتاعه على في فرنسا على القرمطه الكرمات الوغ نهار في دحاوهم السطباك مشى كتب مسرحيه سماها مردان سماها حركات وفي حركات سما بورقيبه مردان دو مرد معناها حاجه من صمت كلمه وسمع بورقيبه بالحكايه عيط له عيط له لسخانه في المستير قالوا قلت لهم لا سي مصطفى نعرفوا بي وبوه كان تهار في السفاقس وهو سي مصطفى فارسي كان شخصيه رهيبه قالوا لي هكا نقول لا مش صحيح قالوا بورقيبه تلفت هو حكاها لي وانا خرجتها في كتاب لقاءات مع التونسيين السنين قالوا بربي قل لي قالوا لي انت تشيعت قالوا بالشيعي انا من قرامته معناها من فكره الطياره بتاع الشيعه هذوما هربوا بالحجر الاسعد والبلالة نتاع السيده مريم حسيروا عملوا جمهوريه كامله في البحرين قالوا ايه قالوا عليه قالوا انا كيك قال لي هو ما بورقيبه يحب روحه ديما هو الاول فهمتني وقالوا كيفاش قالوا انا خدمت على قرامته عجبوني وليت قرمتي فهمتني قال تلفت له بورقيبه قال له بورقيبه يحب روحه ديما هو الاول قال له اخي انت انا من المستير وانت من صفاقس قالوا شاعر وين ظهروا قالوا في المهديه قالوا شكون اقرب للشاعر قالوا انت قالوا انا اول شاعر المهم هو الاول هو حكي هذه عدا هذايا نهار مش احكي لك على حادثه عملها يخدم مع سي محمود المسعدي كتب مسرحيه اسمها الطوفان والمسرحيه فيها نقد للمجتمع التونسي والمسرحيه ما حبوش يعيدوها له وقتها ثم لجنه التوجيه مش هيكتب جواب روحه لأنه هو كان مدير إدارة المسرح كتب معناها من سيد مصطفى الفارسي معناها مدير إدارة المسرح إلى سيد مصطفى الفارسي الأديب الفنان يوصفنا إعلامكم من مسرحيتكم تبسم من الذوق العام وكذا عن الوزير محمود المسعدي وبعثها له وبعثها وفي الدار تلقى رسالة وصلت الحكاية لمحمود المسعدي نادى محمود المسعدي قال شو الشباب تو هكا ويتك في جوابات روحك قال اسمع أنا راني رجل دولة ستي وملتزم أنا كرجل الدولة قبلت القرار بتاع المنع وأنا كرجل أديب تألمت هاوكا الألم في الدار والمسؤولية في الوزارة مش وليك اللي يعيشوا مآسي كبيرة جدا ويعيشوا السنثرة تخو مثل ميدان توفيق المدني كتب بار اكزومبل في تونس راس الغول وكتب حاجات وغيره وقت اللي منعوه عز الدين المدني وقت اللي منعوه الزيتونة كان ضده والحكومة كان ضده لكن الملحق الأدبي بتاع جريدة العمل هو اللي خرج له أشياء دونك باش نقولوا أنه آن الأوان وأنه هؤلاء الأدباء هؤلاء الشعراء معناها يخلي مما سيد عمر عيط نهار شاء الواحد من الولاد قالوا يا ولدي هكا قلت تبع في مرأة وكل شيء وانت والي وانا حاتك وكذا قالوا ما هو ربي سبحانه وتعالى قال والشعراء في تبعهم الغاوون الم ترى انهم في كل واد يهومون وانهم يقولون ما لا يفعلون يا اخي سيبوا ولا دونك ماذا بينا ناخذوا بيدهم لانه عديد الشعراء في تونس عايشين وننظروا لهم ديجا لفت نظر اليوم هما سورتو في الاوضاع هذه اللي هما يعيشوا فيها واوضاع صعيبه ماساويه هما وحتى زملاء صحفيين
ما عندهمش فلوس وتلقوا من العمل وما عادش يخلصوا. وثم الحق بعض الناس سلبية، مرة رجل قال لي نحب نعاون، اتصلت بمنظمة قلت له، قال عطاء، قال لي بالحق عنا ناس يجي يطلبوا في 50 دينار. ثم إنسان هو تحفظ على اسمه كل شيء، لكن بعث الكونت متاعه وخذاه معناها شهادة في هذا اللي هو عطاه الفلوس هذيك، عطاه فلوس باش يعاون. كي سألت أنا سي محسن عبد الرحمن قلت له، قال لي والله يجيون عباد ما عندهمش 50 دينار 70 دينار، ودباء وشعراء وفنانين وصحفيين وغيره، خاصة في عصر الكوفيد ماتوا بالشر العباد. وعليك هما توا الأمسيات الشعرية، أعمل أمسيات شعرية، أعمل لقاءات وبعتيهم ب 50 ألف روا اللقاء. أنا فهمت حكاية فارغة، حكاية فارغة، تلقاه يمشي معناها ياخذ لواج ويمشي ويجي ويفطر واحد باش يصور 30 دينار. وبرشا منهم نتذكرهم كي يتوفاو ونقولوا الله يرحمهم، وعندهم إصدارات وغيره. دونك احنا مازلنا